مساء الخير يا استاذ فتحي. مساء الخير يا استاذ جمال، ومساء الفل على جميع الساده المشاهدين، وانا كمان بحبك يا استاذ جمال والله. وانا والله العظيم يا استاذ فتحي كتر خيرك. ربنا يخليك يا رب. خلينا نبدا كده واحده واحده كده. هو القضيه دي ايه هترسى على ايه؟ ما انا ما اعرفش طبعا، ما نقدرش نقول، لكن كل شويه في حاجات بتتقال. بص سيادتك، يعني نبدا بقضيه الاثار الكبرى واللي حصل في الجلسه النهارده. المتهم فيها رجل اعمال حسن راتب وعلاء حسنين نائب الجن والعفاريت في البرلمان السابق. القضيه دي بتشهد سجال ونزال قانوني بين هيئه الدفاع وهم محامين من اكبر محامين في مصر طبعا. وكمان شهود الاثبات في القضيه ضباط التحريات ومجري التحريات في مديريه امن القاهره الاموال العامه، وكمان الشهود النفي اللي جابهم الدفاع طبعا. الدفاع شهود النفي دول مكونين من طبعا كلهم زي ما يقولوا شهادتهم او معظمهم شهادتهم مجروحه، لان فيهم زوجة علاء حسنين السيدة هناء وأدلت بأقوالها النهاردة أمام المحكمة، وكمان حفيد علاء حسنين والسواء علاء حسنين وعدد كبير من شهود النفي. كالعادة في هذه الجلسات أو مثل هذه القضايا بيستشهد الدفاع وبيدفع بكل دفوعه كاملة، لأن ليه حق طبعا، حقه طبعا أن هو يعني ياخد حقه في الدفاع كاملا كاملا. فضلا طبعا عن هذه القضية في قضية بكرة إن شاء الله بإذن الله. لا بس هل في أي حاجة لفتت نظرك النهاردة في الجلسة بتاعت النهاردة؟ النهاردة محكمة يعني العادي طبعا، زوجة علاء حسنين يعني كان الشاهد في القضية إن هي قالت إن يوم ما اتقبض عليه هي كانت اعتقدت إن هو اتخطف، واتصلت بضابط وباسم الشرطة وباسم باحث قالوا لها ده متهم في قضية كانت تعتقد إن هو قضية سياسية ومش قضية آثار، وما تعرفش حاجة عن الآثار. وحفيده قال إن هو كان بيعمل خير وإن هو كان رايح المنيا يصلح ويخلص مشكلة، لأن هو كان بينزل انتخابات ومصلح اجتماعي وما كانش يعرفوا أي حاجة عن الآثار. كالعادة معروف ومعلوم إن شهود النفي بينفوا أي تهمة. أمال الشاهد السابع اللي كان بيتكلم عن إن حسنين كان له فلوس عند حسن راتب خاصة بتجارة الآثار؟ بالضبط. عايز اقول لحضرتك ان التحريات اكدت ان في خلاف حصل بين علاء حسنين و حسن راتب في 2016. الخلاف ده كان بملايين الجنيهات، وده نشرناه وقلناه مع حضرتك قبل كده. الخلاف ده كان على فلوس اثار، وكان بينهم ايصالات امانه، والخلاف ده وصل الى قسم الشرطه، بس طبعا ساعتها كانت عباره عن ايصالات امانه، ما استبانتش الامن ايه السبب الخلاف. لكن بعد الكشف عن هذه القضيه وضبط المتهمين والاستماع الى اقوال الشهود والتحريات، كل هذه الامور اثبتت ان الخلافات الماليه اللي وصلت الى 7 مليون جنيه، وفي البدايه كانت 2 مليون دولار وبعد كده 7 مليون وبعد كده 18 مليون جنيه و24 مليون جنيه، كل هذه الخلافات قيل ايه الملايين اللي عماله تترمي يمين وشمال دي؟ كتير، ملايين كتير. وقيل ان هي حتى الان حضرتك اكدت ان هي خلافات على تجاره الاثار وخلافات على حفر مقابر. طبعا ده ملف تاني، الملايين اللي بتصرفها مثل هؤلاء المتهمين على الحفر على التنقيب عن الاثار، ده ملف يعني انا بطلب حضرتك تفتحه، لان طبعا ملايين كتير جدا بنسمعها في مثل هذه القضايا، وفي الاخر بتضيع سدى او بيتم القبض على. خلاص احنا يعني ان شاء الله نبتدي نفتح ملف التنقيب غير الشرعي عن الاثار والملايين المصروفه، لان دي زاويه اعتقد ما حدش اتكلم فيها قبل كده. مهمه، لان الملايين دي كلها بتصرف ملايين تصل الى المليارات. بس بيصرفوها ازاي؟ يعني بيصرفوها ازاي الاثار نفسها؟ ما هو ده عايز اقول لحضرتك على حاجه. في مثل بيقول لحضرتك ان الموضوع ده اصلا وهم، هو عباره عن وهم. يعني معظم الباحثين عن الاثار لا يجدون اثار. طيب واللي بيوجد اثار بيتقبض عليه، يعني يا اما قبل ما بيوصل يا اما بعد ما بيوصل. قلما تجد حد بيضبط اثار ويعرف او كان يعرف يهربها ويسربها، بالتالي لان منع الجريمه بنسبه 100% مستحيل يحصل في اي دوله في العالم. لكن برضه في المقابل في يقظه امنيه، في معلومات وفي تحريات. وكمان خليني اقول لحضرتك ان القبضه الامنيه خلال الفتره الاخيره اللي شفنا عصابات كتير جدا تم ضبطها
ووصلت الى ضبط مستشار او قاضي احمد عبد الفتاح في شقه الزمالك والقطعه الاثريه اللي بتعمل متحف في جميع العصور. هذه الضبطيات وهذه الضربات الامنيه الناجحه خلال الفتره الاخيره اعتقد ان نقدر نقول ان تجاره الاثار في مصر بنسبه كبيره جدا تكاد انتهت يعني. للاشتراك زوروا موقعنا alphatv.com او اتصل على الارقام التاليه. الفا قنوات الاسره العربيه.